شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع الندوة التثقيفية الثانية والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة والتي تأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء. بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان سيناء من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية. تضمن الأهمية التاريخية والاستراتيجية لسيناء كمسرح للدفاع عن امن مصر القومي واسهامات القوات المسلحه في دعم جهود التنميه الشامله لسيناء وتوفير الحياه الكريمه لابنائها اشتملت الندوه ايضا على محاضره بعنوان سيناء في الديانات السماويه تحدث فيها فضيله الدكتور اسامه الازهري عن المكانه والمنزله الرفيعه التي اختص بها المولى عز وجل سيناء فكانت مهدا للاديان ومسارا للعديد من الانبياء في مصر واستعرض اللواء اركان حرب ناجي شهود الخبير الاستراتيجي والعسكري مراحل واسلوب تهيئه المجتمع المصري لازاله الاثار النفسيه والمعنويه لعدوان يونيو 67. كذلك حشد الراي العام وتكوين ظهير شعبي قوي لدعم القوات المسلحه للاعداد لحرب اكتوبر 1973 المجيده التي كان لتلاحم الشعب مع قواته المسلحه السبب الرئيسي في نجاحها بالصوره التي ابهرت العالم وغيرت الفكرة والتاريخ العسكري سيد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة السادة القادة العظام السادة الحضور تحتفل مصر في الخامس والعشرين من شهر أبريل من كل عام بعيد تحرير سيناء سيناء ارض الفيروز هذه البقعه المباركه من ارض مصر الطاهره فلقد صدق الله وعده واعز جنده وصان كنانته وحفظ ارضه المقدسه وتوج كفاح شعب عظيم صاحب اعرق الحضارات بنصر مبين ولا شك ان سيناء تحظى بمكانه مميزه في قلب كل مصري مكانه صاغتها الجغرافيا وصاغها التاريخ وسطرتها بطولات ودماء المصريين وتضحياتهم لحمايه هذه الارض البوابه الشرقيه لمصر وحصن الدفاع الاول عن امنها انه ليوم عظيم يوم تحرير سيناء الذي ثبت فيه ان المصري مقاتل عنيد ومفاوض سديد الساده الحضور انه ليوم عظيم يوم تحرير سيناء بايدي ابنائها البرره من رجال القوات المسلحة البواسل الذين وهبوا أنفسهم لله وللوطن يقاتلون في سبيل الله يريدون وجهه ويطلبون الشهادة فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء إننا نحني هاماتنا لشهداءنا الأبرار الذين افتدوا الوطن بارواحهم، الذين وضعوا الولاء للوطن في اعلى المراتب، وجعلوه اسمى من الحياه، فكتبوا بذلك انصع الصفحات في تاريخ الوطنيه المصريه، فاستحقوا ان نخلد ذكراهم، وان نضعهم في منزله الصديقين والابرار. حي باسمي وباسم نواب الشعب، كل من شارك في صناعه هذا العيد المجيد اننا نعلم الجهد الذي تبذله القوات المسلحه في مختلف المجالات الداخليه والعربيه والدوليه كما نقدر الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحه للزود عن حياض الوطن ضد خفافيش الظلام المفسدين في الارض الذين يلتحفون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء، يريدون اختطاف هوية الوطن، لكن أبطال القوات المسلحة قادرون بعون الله على اكتساس جذورهم وتطهير الأرض منهم. يحاولون هدم مؤسسات الدولة وتشويه صورتها. إلا أن هذا الشعب يقف داعما لجيشه ومؤسساته في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن، في مرحلة تستدعي تضامن هذا الشعب خلف كافة مؤسسات الدولة. وبهذه المناسبة، يسرني أن أتقدم بالتهنئة للحكومة لحصولها على ثقة البرلمان لتبدأ. سيد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، القادة العظام، لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض الفيروز، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر. وقد آمن سيادة الرئيس، بأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وقد بدأها فأوفى بما وعد. وأستكملت مصر خارطة المستقبل بالتئام مجلس النواب الذي يحتضن ممثلين عن جميع فئات الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، واستطاع هذا المجلس في وقت لا يقاس بحساب الزمن أن ينجز ما عجزت عن إنجازه مجالس سابقة. إنما من أن يحاولون تشويه صورة المجلس النيابي، إنما يحاولون أن يفتئوا في عضد هذا الوطن، ونواب الشعب منتخبون بإرادة شعبية حرة كاملة. هؤلاء يظهرون جانبا من جوانب الحقيقة، ويظهرون مواطن الاختلاف، ولا يظهرون مواطن الاتفاق والإنجاز. لهؤلاء وأولئك نقول لقد قام المجلس في بداية عمله بعرض ومناقشة 342 قرارا بقانون صدرت في غيبة المجلس. فضلا عن مناقشة وإقرار لائحته الداخلية التي تضم بين دفتيها 437 مادة. كما شهدت أروقة المجلس زيارة ست رؤساء دول في سابقة لم يشهدها البرلمان من قبل. فكان أهم نتائج هذه الدبلوماسية البرلمانية عودة مصر في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأفريقي والمجلس عاقد العزم على أن يتعاون ويتكامل مع باقي سلطات الدولة في سبيل مواجهة كل محاولة خبيثة للنيل من الدولة وهدم مؤسساتها وما كان ليتحقق شيء من هذا لولا جهود سيادة الرئيس ومثابرته وسياسته الحكيمة التي استردت بها مصر مكانتها وثقلها بين الأمم. هنيئا لمصر باكتمال مؤسساتها الدستورية. هنيئا لمصر بتعاون وتكامل سلطاتها في سبيل تحقيق سيادة القانون وتطبيق صحيح احكام الدستور وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمه هنأ فيها الشعب المصري والقوات المسلحه بذكرى تحرير سيناء الغاليه مؤكدا ان ثقه مجلس النواب في برنامج الحكومه سيظل دافعا قويا لبذل مزيد من الجهد والعمل من أجل مصر المستقبل سيد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السادة قادة الحضور الكريم يسعدني في البداية أن أقدم تهنئة حارة للقوات المسلحة وللشعب المصري العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء إننا نستلهم روح تحرير سيناء ونؤكد أنه إذا كان تحرير سيناء يعتبر تحديا، فهناك تحدي جديد وهو الوصول إلى مصر الحديثة المتطورة، والوقوف بشدة أمام عرقلة، أمام أي عرقلة لمسيرة تقدمها. ويشرفني أن أحضر معكم اليوم فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة درع مصر وحماة الوطن، وآلة البناء والإعمار والتنمية. يد قوية تبني ويد جسورة تحمل السلاح فتحية لمن بذلوا ارواحهم ودماءهم فداء للوطن وحماية للأرض والعرض تحية لمن أقاموا الصروح تحية لمن أقاموا الصروح القوية من البنية الاساسية والبنية المجتمعية والبنية العلمية تحية لمن اسرعوا في الانجاز وخفضوا في التكاليف وجودوا في الاداء تحية اعزاز وتقدير وعرفانا بالجميل الى قواتنا المسلحه وحفظكم الله يا خير اجناد الارض وحفظ قائدكم الاعلى وقائدكم العام وجميع ضباطكم وافرادكم ورجالكم. <applause> لو سمحتوا لي حضراتكم انا هتكلم يعني على الوضع الراهن والتحديات اللي بتواجهنا في مصر وكحكومه. لعلكم تدركون جميعا حجم التحديات التي تواجهها البلاد امنيه وسياسيه واقتصاديه واجتماعيه، محليه واقليميه وعالميه. ولا زالت هذه التحديات تلقي بظلالها على المواطن المصري في عمله وفي رزقه، وعلى المستثمر المصري والصانع المصري والمزارع المصري. وعلى الموازنه العامه للدوله فالتحديات كبيره وغير مسبوقه هناك مخاطر تهدد الامن القومي المصري على الصعيدين العربي والاقليمي سوريا اليمن ليبيا العراق الزياده المضطردة في السكان لاكثر من 2.5 مليون نسمه في السنه وصعوبه الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم كلما بتتحقق معدلات نمو بتتاثر هذه المعدلات في كل سنة بالزيادة المضطردة في عدد السكان نحن بنزيد بحوالي 8 أضعاف كوريا الجنوبية وأربع أضعاف الصين طبعا المعدلات دي معدلات مرتفعة هناك ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والإناث انخفاض جودة الخدمات العامة نظرا لنقص الموارد هي كل الخدمات في مصر منذ أكثر من 30 أو 20-30 سنة تعاملنا معها ليس بشكل الاقتصادي الذي يجب أن نتعامل معه فكانت دائما الإيرادات أقل من التكاليف وبالتالي لم نتمكن من تطويرها لم نتمكن من التوسع فيها بما يواكب احتياجاتنا والزيادة المضطردة في السكان وكان الموقف ما نحن عليه النهاردة في هذه الخدمات اللي احنا كلنا كمصريين بنشتكي منها وبيشتكي منها الاكثر محدود الدخل والفقراء وهي الصحه والتعليم والصرف الصحي والاسكان وغيره. طبعاً النمو الاقتصادي الذي انخفض خلال ثلاث سنوات من 2011 12 13 يمكن لاقل من 2% او 2% الحمد لله العام الماضي وصلنا لمعدل نمو 4.2 من عشره هذا العام نستهدف ان شاء الله 4.4 من عشره. باذن الله 2016 17 في ضمن برنامج الحكومه نستهدف 5.2 من 10 معدل نمو والعام التالي 6 من 10... 6% معدل نمو السنوات التاليه نامل انها تتعدى نسبه ال 6% وهذا مطلوب اذا كنا حقيقه نرغب في تحقيق معدلات نمو للاقتصاد وان احنا ننهض بمصر فيجب ان تكون معدلات النمو تفوق 6% هناك تحديات خاصة بمعدلات التضخم وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام واختلال أوضاع ميزان المدفوعات مخاطر كبيرة لكننا جدون في الإصلاح وبمنهج علمي سليم والأمر يتطلب مواجهة المشاكل لا تأجيلة إحنا وصلنا المرحلة الحقيقة يجب أن نحن ناخد كل القرارات علشان الإصلاح ما نقدرش ان احنا نؤجل القرارات او نسوف القرارات يجب ان احنا نعي ان الاقتصاد المصري يحتاج الى قرارات ومتلاحقة في المرحلة اللي جاية اذا كنا عايزين فعلا ان شاء الله وانا واثق ان احنا كلنا وكل مؤسسات الدولة ترغب في الاصلاح والتقدم للامام برنامج الحكومة احنا تقدمنا ببرنامج الحكومة في 27 مارس الماضي وعرض على مجلس النواب. تشكلت لجنه خاصه في مجلس النواب قامت بدراسته خلال فتره زمنيه الحقيقه كان يعني فتره زمنيه وجيزه لكن كان تحدي واللجنه قامت بدور اكثر من ممتاز وقدمت تقرير للحكومه وللمجلس. امبارح في جلسه مجلس النواب عقبت الحكومة على تقرير اللجنة وعلى كل ما تفضل به السادة النواب وسيد رئيس المجلس قال لي أنه ما تحدثوا خلال الفترة بعد صدور أو بعد قرار اللجنة تعدى الربعمائة من السادة الأعضاء وده بيؤكد مدى الاهتمام ومدى مشاركة أعضاء مجلس النواب في هذا في هذه الخطة وفي إعداد هذا البرنامج اللي بيهم كل مصر وبيهم المواطن المصري. والحقيقه امبارح كان في تعقيب من الحكومه ثم تعقيب من رئيس اللجنه ووافق المجلس ومنح الحكومه الثقه. الحقيقه انا بقف عند هذا المشهد لانه المشهد مشهد ديمقراطي بيعكس مصر الجديد مصر جديده بيعكس فعلا صوره مختلفه أن تتقدم الحكومة ببرنامج يناقش بواسطة لجنة ويناقش بواسطة أكثر من 400 عضو ثم يتم التعقيب عليه ويتم التصويت عليه ونسمع كل الأراء حقيقي كانت صورة مشرفة لمصر وبتقول إن إحنا مصر فعلا في في على على الطريق السليم في المسار الديمقراطي إن شاء الله. وطبعا انا اود في هذا الموقف ان اهنئ السيد رئيس الجمهورية واهنئ كل السادة الزملاء اعضاء الحكومة على ثقة البرلمان الغالية بالحكومة ولا يفوتني ان اوجه الشكر الجزيل للسيد الدكتور رئيس مجلس النواب ووكيليه وجميع السادة الاعضاء وانا كما وعدتهم بالامس ان تضع الحكومه جميع ما تقدموا به من مقترحات وملاحظات ضمن البرنامج وهن متمم ومكمل لبرنامج الحكومه وأؤكد أنها أننا عازمون على بذل قصار الجهد بالتنسيق مع الجميع لتنفيذ جميع مطالب الشعب التي عبر عنها وطلبها السادة نواب الشعب إن مهمة الدولة المصرية تحقيق التكامل بين كل مؤسساتها للحفاظ على هوية مصر واستقرارها المرحلة خطيرة تتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة مجلس النواب مع الحكومة مع كل أجهزة الدولة يعني ي... ي... نستوجب المرحلة دي أن يتكاتف الجميع قدمنا برنامجا واقعيا وتمت دراسته بشكل واقعي لا نظري ونؤكد أن هذا البرنامج سيكتب له النجاح إن شاء الله بفضل تكاتف الجميع وتنسيق الجهود وتضافر كل قوى المجتمع والعزم الأكيد على البناء بقوة وأمانة وتجرد وإخلاص محاور العمل في برنامج الحكومة تتعلق بالأمن القومي المصري أنا عايز أوضح إنه الأمن القومي المصري لا يتعلق فقط بالحدود وأمن المواطن والقضاء على الإرهاب، ولكن جزء أكيد وأصيل في الأمن القومي المصري هو الموقف الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي. وصعب جداً لدولة أن تتقدم وأن تحقق نجاحات في المجال الاقتصادي دون أن يكون هناك أمن قومي حقيقي وأن يكون هناك حفاظ على هذا الأمن. وبالتالي الحفاظ على الأمن القومي المصري هو نقطة أصيلة في التقدم الاقتصادي إن شاء الله وتحقيق ما كلنا نسعى لتحقيقه بتحقيق معدلات النمو اللي بنرجوها المحور الثاني هو ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعمها وعمل على احترام حقوق الإنسان سيادة القانون إجراء الانتخابات المحلية أتوقف هنا وكان في توجيه من سيد الرئيس بالتعجيل بانتخابات المحليات، اصلاح المحليات هيكون جزء اصيل منه هو انتخابات المحليات في المرحله الحاليه، وسياده الرئيس وجه بان تتم ان شاء الله قبل نهايه العام، واحنا باذن الله ملتزمين بهذا. انتخابات المحليات هتساعدنا في تحقيق اللامركزيه، وهتساعدنا ايضا في تحقيق الاصلاح اللي بنستهدفه في المحليات. في محور خاص بالرؤيه والبرنامج الاقتصادي للحكومه وبنعمل على تحقيق اقتصاد سوق منضبط توفير على فرص عمل لائقه خفض معدلات البطاله والفقر زياده معدلات النمو بنسبه تزيد عن 6% واستعاده عافيه الاقتصاد المصري واستعاده الثقه في الاقتصاد المصري. بنستهدف ايضا ان احنا نصل بمعدلات الاستثمار من 14% الى 19%. في عام 2017 و18 خفض معدلات البطاله الى ما هو اقل من 10% حاليا في حدود 12.7% خفض نسبه عجز الموازنه كان عجز الموازنه 12.2 خفض الحمد لله الى 11.5 بنسعى ان شاء الله في العام القادم ان يكون اقل من 10% وده يستوجب جهود كبيره يعني ان شاء الله بنسعى ايضا لتحقيق العداله في توزيع الدخول التنميه المستدامه دعم ودفع الانشطه الصغيره والمتوسطه تطوير واعاده هيكله شركات القطاع الاعمال العام وانجاز المشروعات القوميه الكبرى اللي من امثلتها محور قناه السويس نهضه شامله للمنطقه موانئ يتم تطويرها انفاق لربط سيناء طرق جديده شرق وغرب القناه وادي للتكنولوجيا مناطق لوجستيه مناطق صناعيه احنا نتحدث عن نهضه كامله وشامله لمحور قناه السويس. إقامه جيل جديد من المدن الجديده على شبكه الطرق القوميه، عندنا ايضا مدينه الجلاله، مدينه العالمين، العاصمه الاداريه الجديده، المدينه شرق بورسعيد ومدينه السويس الجديده. مشروع المليون ونصف فدان، مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي، المثلث الذهبي، محور 30 يونيو ومشروع مدينه الجلاله، تنميه حقول الغاز. لدينا كشف كبير تحقق في عام 2015. ده أكبر كشف بيتحقق في منطقة الشرق الأوسط أكبر كشف يتحقق في البحر المتوسط هو أكبر كشف في يتحقق في تاريخ مصر إن شاء الله هيتم تنميته ويدخل الإنتاج بدءا من عام 2017 قرب نهاية عام 2017 بإذن الله عندنا مشروع المحطة النووية بالضبع بحيث إن إحنا يبقى في عندنا تنويع في مصادر توليد الطاقة لان احنا كنا بنعتمد على مصدر هو الغاز الطبيعي والمنتجات البتروليه النهارده في تغيير وتطوير لمزيج الطاقه في مصر ودي رؤيه استراتيجيه متميزه ان احنا نبتدي ندخل في مجال الطاقه النوويه واستخدام الطاقه الجديده والمتجدده هناك طبعا محور العداله الاجتماعيه في البرنامج بحيث يتم رفع كفاءه منظومه الدعم الى جانب تطوير خدمات الاسكان والمرافق العامه والتعليم والصحه كل هذه الخدمات يجب إن شاء الله نحن نشهد فيها تطوير في المرحلة المقبلة بإذن الله سيد دكتور رئيس مجلس النواب الحضور الكريم لقد رعينا في برنامج الحكومة أن يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويكون الجانب التنفيذي الأول لها ولمكوناتها فلقد فرضت الظروف والتحديات على الحكومة المصرية أن تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني تعلي فيها مصلحة المواطن والوطن، وتأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، وتثبت عزمها عزمها على تنفيذ عملية إصلاح شاملة وجادة. وهذا هو ما استهدفته استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تم إطلاقها بتشريف ورعاية السيد رئيس الجمهورية قبل أسابيع قليلة. كما تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة وأن يتعدى معدل النمو الاقتصادي نسبة 10% وتتلاشى نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقى في نهاية كلمتي, كلمتي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا التوفيق والسداد وكل ما فيه الخير وطننا الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلال كلمته اكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه ان الوزاره تعمل بكل طاقتها لخدمه ابناء الوطن مستلهمين عون الله في تحقيق امن الشعب المصري واستقراره. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. كل عام وقواتنا المسلحه بخير. كل عام وشعب مصر العظيم بخير. السيد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه نستقبل جميعا هذه الايام بكل فخر واعزاز ذكرى تحرير سيناء الغاليه ويسعدني بهذه المناسبه العظيمه ان اتقدم بخالص التهنئه لقواتنا المسلحه الباسله والشعب المصري الكريم واني اذ انتهز هذه المناسبة الوطنية لكي اؤكد ان جهاز الشرطة يؤدي مهامه بكل طاقته وفاء للواجب الوطني المقدس لخدمة الشعب المصري ومن منطلق قناعته بالالتزام الكامل بتقديم كافة امكاناته لتحقيق رسالته المنشودة. ورغم التحديات الجسام التي يواجهها جهاز الشرطه، إلا أنه عاقد العزم على استكمال مسيرته النبيله في حفظ الأمن ومواجهة الجريمه بشتى صورها ومكافحة الإرهاب البغيض، بهدف تحقيق الأمان والاستقرار لجموع الشعب المصري. وفي هذا الإطار، كان لزاماً علينا تطوير كافة الوسائل التي يستخدمها جهاز الشرطة، وتحديث إمكانياته، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين، في إطار من الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون. كما أؤكد أن جميع رجال الشرطة يبذلون الجهد والعرق، ويقدمون شهداءً. ومصابين فداء لهذا الوطن وهم راضون فرحون من اجل تحقيق امان هذا الشعب العظيم وفي ذات الاتجاه فان جهاز الشرطه وهو يؤدي هذا الواجب الوطني الشريف سوف يواجه بكل حزم اي تجاوزات سلبيه تمس كرامه او حريه او حق من حقوق المواطنين. ان الدوله المصريه بتكاتف وتماسك جميع مؤسساتها الوطنيه قادرون باذن الله سبحانه وتعالى على مواجهه كافه التحديات التي تفرضها طبيعه المرحله او اي محاولات لزعزعه استقرارها او تشويه مؤسساتها والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقدمت الشاعر إيمان معاذ مجموعة من القصائد الشعرية في حب مصر تناولت فيها تلاحم المصريين معا ورغبتهم وطموحهم في العبور نحو مستقبل مشرق وقدم الفريق سامع عسكر قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب شرحا تفصيليا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تشمل انشاء العديد من المشروعات القوميه الكبرى التي تهدف الى توفير الالاف من فرص العمل للشباب وكافه سبل الرعايه لابناء سيناء. وفي نهايه الندوه اكد القائد العام خلال لقائه بقاده وضباط وصف وجنود القوات المسلحه ان ذكرى تحرير سيناء ستظل في ذاكره تاريخنا الوطني والقومي رمزا لعظمه الاراده المصريه وقواتها المسلحه التي ستظل بعطاء رجالها وتضحياتهم. دوما درعا قويا للوطن يحمي قدسية أراضيه وحصنا منيعا للشعب يصون له تاريخه وأمجاده أساسا حضراتكم قبل ما أقول الكلمة بتاعتي نقف دي أحداد على شهدائنا الأبرار ونقرأ لهم الفاتحة تفضلوا سريعا بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الساده الوزراء القاده والضباط وضباط الصف والجنود الابطال في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه السيدات والساده الحضور الكريم نحتفل اليوم بالذكرى الرابعه والثلاثين لاعياد تحرير سيناء التي جسدت اراده شعب وعظمه امه واكدت قوه وصلابه قواتنا المسلحه ورجالها وايمانهم بقدسيه مهامهم ومسؤولياتهم في تحرير الارض المقدسه في سيناء واسترداد العزه والكرامه العربيه ويشرفني ونحن نحتفل بهذه الذكرى الخالده ان ارحب بكم باسم رجال القوات المسلحه في يوم عيدهم الذي اعاد لمصر عزتها وكرامتها وللعسكريه المصريه شموخها وكبرياءها متحلين ومتمسكين بروح اكتوبر التي الهمت لرجال على جبهات القتال وشدت من ازرهم فكانت الصحوه الكبرى في تاريخنا واسهمت في تحقيق النصر باشرس معارك التاريخ الحديث واسمحوا لي في هذه الذكرى العظيمه ان اوجه التهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولجميع مؤسسات الدولة المصرية العظيمة، ولشعب مصر العظيم برجاله ونسائه، وعماله وفلاحيه، مثقفيه ومفكريه، وأدبائه وفنانيه، ومسلميه ومسيحييه، الذين كانوا سندا لقواتهم المسلحه وقدموا من بينهم الشهداء والمصابين وشاركوا بدور فاعل في تحقيق النصر ودحر العدوان اننا نتذكر بكل الفخر والاعتزاز في هذا اليوم المجيد من ايام الوطنيه المصريه جيل اكتوبر العظيم من رجال القوات المسلحه الذين نظروا انفسهم فداء للوطن واكدوا للعالم ان رجال قوات مصر المسلحه لا يقبلون بضيم ولا يتهاونون مع معتد ولا يفرطون في حق من حقوق مصر المشروعه مهما بلغت التحديات والصعاب فتحيه اكبار لذلك الجيل وتحيه اجلال لشهدائه الابرار ومصاب العمليات الذين كتبوا في تاريخ الوطن بأرواحهم وأجسادهم أعظم صفحات البطولة والاستبسال والتضحية والشرف والفداء وتحية عظيمة لشهدائنا ومصابين الأبرار الذين استشهدوا وأصيبوا وهم يقاتلون الإرهاب الإرهابيين المجرمين الأنذال لحماية سيناء وتحقيق الامن والاستقرار لشعب مصر العظيم تحيه اعزاز وتقدير لاخوتنا واشقائنا في سيناء على ما قام به اباؤهم واجدادهم من جلائل الاعمال واعظمها خلال سنوات الاحتلال التي عاشوا معاناتها وقسوتها واكدوا بما قدموه من تضحيات وبطولات وطنيتهم وولائهم الكامل لمصر وشعبها وعهد منا ان تعمل القوات المسلحه جاهده على تحقيق مطالب ابناء سيناء للحياه الكريمه الامنه حتى تظل جزءا عزيزا غاليا من ارض الوطن ينعم ابناؤه بالامن والامان والعزه والكرامه الساده الحضور ان احتفالنا كل عام بذكرى تحرير سيناء المجيده إعلاء وتمجيدا لعظمة مصر وتاريخها، واعتزازا وتقديرا لعطاء شعبها العظيم، وتضحيات وبطولات رجال قواتها المسلحة الذين خاضوا معارك غير هيابين، في إنكار للذات، مضحين بكل غال ونفيس. لقد استطعنا بحمد الله وتوفيقه خلال الفترة الماضية القضاء على الكثير من البؤر الإرهابية في سيناء. ومختلف المحافظات بالتعاون الكامل مع رجال هيئه الشرطه البواسل واخوتنا في سيناء والشرفاء من ابناء هذا الوطن واننا لماضون على الطريق عاقدين العزم على مواصله الجهاد والجهد لاكتساس ذلك الارهاب البغيض من جذوره باراده صلبه ويقين اكيد بان حماه مصر وشعبها هو واجبنا المقدس ان مصر ستظل وطنا امنا لكل ابنائها يظلهم الايمان بالله والتوحيد له خصها الله بالذكر في قرانه الكريم وبالامن والامان وبارك شعبها في انجيله جاءها الخليل ابراهيم وتزوج منها السيده هاجر ام العرب واتاها موسى عليه السلام وتلقى على ارضها وصايا الله العشر ووطات ارضها السيده مريم العذراء وابنها المسيح عيسى عليهما السلام فوجد فيها الماوى والملجا والملاذ وهبط ارضها الانبياء وتزوج منها نبي الامه محمد صلوات الله وسلامه عليه ماريا القبطيه واوصى باهلها خيرا وشرف جندها بقوله الكريم انهم خير اجناد الارض وفي رباط الى يوم الدين ان مصر كانت ولا زالت مناره الاسلام ووسطيته وسماحته بازهرها الشريف وعلمائه الاجلاء الذين تجاوزت علومهم حدود امتنا العربيه وقصدهم المسلمون من كل بقاع الدنيا ينهلون من علومهم ومن ثقافتهم الفقهيه والدينيه انني ادعو المصريين جميعا للالتفاف على كلمه سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتيه وفوق كل اعتبار لكي نمضي معا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانه مصر ونصون عزتها ونحفظ كرامتها ونضحي من اجلها بكل غال ونفيس نباهي بها وطنا امنا عريقا مستقرا يسعى شعبه الى بناء المستقبل الافضل للابناء والاحفاد باراده حره لا تعرف الاملاءات والمغريات وتفرق بين الحق والباطل والغث والسمين وتؤكد ان الشعب هو السيد والقائد والمعلم الساده الحضور ان مصر امنه باذن الله بقواتها المسلحه القويه الوطنيه التي تتحمل مسؤوليه الحفاظ على امن مصر القومي في الداخل والخارج لن تتسامحوا او تتهاونوا مع من يحاول ان يستبيح ارضنا او ينشر الفوضى على حدودنا ولن نقبل ابتزازا او ضغوطا من احد مهما كان وعهد وقسم بان يظل رجال القوات المسلحه البواسل محافظين على يمين الولاء والفداء لمصر وشعبها وان يسلموا رايه الوطن للجيل القادم مرفوعه هامتها عزيزه صواريها تخفق بالعزه والكرامه لشعب مصر العظيم والمجد والخلود للوطن وشعب مصر بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذبد فيذهب, فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضر الندوة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الساده الوزراء والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من نواب البرلمان وعدد من قاده وضباط القوات المسلحه وقيادات وزاره الداخليه وعدد من الشخصيات العامه والاعلاميين وطلبه الكليات العسكريه والجامعات المدنيه